تعظيم سلام للدكاتره في مصر. اقل حاجه عملناها النهارده ليهم صدقوني فريق الاعداد النهارده في البرنامج، اقل حاجه كلهم بيضربوا تعظيم سلام للدكاتره المصريين. كل وزاره الصحه برئاسه الدكتور زايد بنشكرهم، تعبانين هم سهرانين واحنا نايمين في بيوتنا عشان خاطر يحموا البلد. وفعلا كل مره هنوجه التحيه لكل الدكاتره وكل القطاع الصحي وكل القطاع من ممرضين من عاملين في هذا القطاع، بنوجه لهم التحيه لان فعلا هم سهرانين وتعبانين واحنا كلنا مستريحين في بيوتنا. نتمنى ان شاء الله البلد تعبر عبور باذن الله مع كل القياده في مصر برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باذن الله هنعدي وهنعدي محنه كبيره لان مصر طول عمرها بتعدي محن كبيره جدا على مدار التاريخ. خلينا نروح لاخبارنا.